متى يكون الطلاق حراما؟ يكون الطلاق حراما في الأحوال التي حرم الله فيها الطلاق، مثل الحيض، مثل الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، وهو طلاق البدعة. طلاق البدعة حرام، الطهر الذي جامعها فيه لا يجوز أن يطلقها إلا إذا استبان حملها، وكذلك طلاقها في الحيض محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير مسيس. ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وكذلك من الطلاق المحرم أيضا البدع في العدد، بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، فهذا طلاق بدعي ومحرم، لأن المشروع أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. وإن بدا له أن يراجعها أثناء العدة فله ذلك، وإن انتهت عدتها ولم يراجعها بانت منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومتى يكون الطلاق مكروها؟ إذا كانت الأمور مستقيمة بين الزوجين وليس هناك سبب يقتضي الطلاق فإنه مكروه، لأن بقاء الزوجية مصلحة ومنفعة. ومتى يكون مستحبا؟ كذلك إذا كان في بقاء المرأة نوع من الإضرار بها، أو أن الأمور غير مستقيمة بين الزوجين والعشرة غير متمشية على الوجه المطلوب، فإنه يستحب الطلاق حينئذ لإزالة هذا النوع من الضرر. والطلاق المباح؟ الطلاق المباح إذا كان كل من الزوجين يرغب في الطلاق من أجل أن يحصل التيسير، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.